حاجة جديدة، حاجة مش متداولة لدى المحامين، وهو عن قانون الرياضة والتحكيم الرياضي. فدي حاجة احنا نفسنا عايزين نحضرها، لان يمكن ما جاتش الفرصة لمدة طويلة ان تكون تحت ايدينا او تكون في محاضرات فيها او القاءات فيها. فانا بشكر الاستاذ مصطفى البنان على فكرته، والدكتور يحيى طبعا، وكل القائمين والمحاضرين اللي جايين. لكن انا عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا، عايز اقول ان مجلس النقابة نقيب المعضاء كل عملهم وراحة المحامين، كل شغلهم الشاغل هو راحة المحامين. بالامس القريب كنا في لجنة العلاج، الحقيقة يعني رفعنا قيمة العلاج الى 50,000 جنيه في عمليات القلب المفتوح، ورفعنا الكانسر ل50,000 جنيه، ورفعنا زراعة الكلى الى 100,000 جنيه، وزراعة الكبد الى 100,000 جنيه، وهكذا. احنا بنحاول و30,000 جنيه بدل 20,000 جنيه في العمليات العادية، وبنحاول نستقطي منها ونأخذ منها مبالغ للأسنان والأشعة عشان اقترحنا ان احنا نزيده. فبإذن الله العلاج ابتدى يتطور لدى النقابة. ولما تسألني تقول لي انت ما تطورتش بالعلاج ليه قبل كده، كانت الأعداد أعداد فائقة للنقابة. لما قل العدد والتنقية ابتدت تاخد مجالها الطبيعي وعدد المحامين قل، الخدمة زادت. أما بالنسبة للغط الكبير وهو العقد، فين العقد؟ كل واحد يقول لك فين العقد؟ عقد إيه؟ إحنا عندنا قرض، خدنا قرض ب172 مليون يورو. القرض ده هيبنى بيه 3 مستشفيات ومول. 3 مستشفيات دول على احدث طراز، وهيبقوا احسن من دار الفؤاد شخصيا، لان دول هتبقى شركه تشيكيه. الشركه التشيكيه دي هي اللي هتقوم بعمل المستشفيات. طب ايه المشكله؟ فين العقد؟ ايه بنود العقد؟ بنود العقد اتكتبت معالي النقيب وهيئه المكتب اللي فيها الاستاذ يحيى وفيها الاستاذ بكر وفيها كل المجموعه يعني موجوده فيها. جابوا خبراء من البنك العقاري، من الرهن، احنا كلنا قانونيين بس استعنا بخبراء من الرهن ومن الائتمان عشان عقد النقابه يكون لما بيقولوا في المثل ما يخرش الميه. وكتبنا بند ان الحاجة الوحيدة اللي تضمن هذا الرهن اللي تضمنه هو المبنى دون سواه، لأموال النقابة ضامنة ولا أساسات النقابة ضامنة ولا أراضي النقابة ضامنة ولا أموال النقابة ضامنة. يبقى أنا النهاردة لما يبقى فيه عقد جاي للمحامين وخاصة لشباب المحامين، أنا إيه اللي يخليني بقول ليه لشباب المحامين؟ ليه بقول لشباب المحامين أكتر؟ هقول ليه لشباب المحامين؟ وبنحارب شباب المحامين ليه؟ ما اللي بيحارب القرض بيحارب شباب المحامين، ليه؟ لأن القرض ده على 20 سنة، أنا بسدد كل سنة بعد ال3 سنوات الأولى هيتبني ال3 سنوات الأولى هيتبني، واللي هيبنيه بيعمل خطاب ضمان باسم النقابة. الفلوس اللي جاية دي من بره مش جايه لنقابه المحامين، جايه للانتاج الحربي. الانتاج الحربي هو اللي بيجيب الشركات وبيختار الشركات، وهو اللي بيبني وهو اللي بيجيب بيعمل مناقصه للتشيكيين. هتقولي طب دخلت الانتاج الحربي ليه؟ انا عملت معاه بروتوكول، عملت معاه بروتوكول قبل القرض، قلت له يا انتاج حربي تعالى اعمل معاك بروتوكول، عشان البروتوكول ده اللي انا عامله معاك انت تشرف على كل مشروعاتي. انا راجل قانون مش بتاع مباني ولا بتاع ادويه ولا بتاع طب، فعايز الحاجه تنجح. وانتوا شايفين قد ايه القوات المسلحه ناجحه في مستشفياتها، ناجحه في نواديها، ناجحه في كل مشروع بايه بتعمله. والناس بتعمل حساب جامد جدا للقوات المسلحه وللانتاج الحربي، الحقيقه ناجحين في مشروعاتهم. فقلنا لهم احنا عملنا معاكم بروتوكول
عملنا البروتوكول وقلنا لهم استلموا، استلموا المال واستلموا المستشفيات واستلموا المباني. يبقى لما النهارده اجي اقول له فين العقد، فين القرض، انت بتعمل ليه؟ لا انا بعمل لصالح المحامين، لا انا بعمل لصالح شباب المحامين، عشان بعد 20 سنه هيكون سدد قيمه القرض بالكامل. بعد كده المبالغ الماليه دي ال 172 مليون شوفها تبقى كام قيمتها بعد 20 سنه. المبلغ ده كله هيتضخ فين؟ في خزنه نقابه المحامين. لما انا النهارده مجرد ما عملت التنقيه بدات احسن في العلاج وبدات احسن في المعاش، ما بالك لما يدخل لي دخل قدره مش عايز اقدره كام، لان 172 مليون يورو بعد 20 سنه هتساوي كام؟ هتساوي مليارات. لما تساوي مليارات يبقى دخلت خزنه نقابه المحامين، يبقى اكيد هتعمل طفره شديده جدا مع المحامين الشبان اللي بعد 20 سنه مش هيبقى شاب، يبقى كبير، يبقى يعرف ياخد معاش كويس، هيعرف يتعالج كويس، يبقى يعرف ياخد خدمه ممتازه. احنا النهارده بديك خدمه على ايه؟ انا بديك خدمه على قد اللي عندي، لكن لما يبقى اللي عندي ميسور الحال، لما يبقى اللي عندي ملايين الجنيهات، انا هوديها فين غير للمحامين؟ احنا بنعمل من اجل المحامين. فيبقى اذا انا بس بقول لك الشروط لصالح نقابه المحامين، والقرض لصالح نقابه المحامين، والخدمه لصالح نقابه المحامين. وانا بقول لك من 2019 هيبقى المعاش 2000 جنيه ولسه هيزيد مره واثنين وثلاثه. ده بس يعني حاجه من ضمن الحاجات اللي بتقدمها النقابه، اللي بتقدمها النقابه عشان التنقيه. انا طبعا مش مجاله ان انا اتكلم فيه، لكن انا بحب ادي فكره لاخواتي وابنائي. يمكن اللي ما عندوش فكره بنقول لكم مفيش مجلس نقابه بيخدمش محامينه، مفيش نقيب ما بيخدمش محامينه، كلنا في خدمه المحامين، لان المحامين هي اللي اختارت اعضاء النقابه العامه. واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.